يا اخي احلى شيء تدخل على اكونت يا عيال، اول ما تدخل على اكونت، الاكونت هذا ما دخلت عليه من كم دحين شهر، واستفتاح مسوي الريبورت لواحد الظاهر ومن يوم ما تدخل الريبورت حتى في الايلو هذا الريبورت يمشي، بعدين يقول لك الريبورت ما يشتغل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، جيناكم بمقطع جديد ستريم هايلايتس. الكليبات اللي موجودة فيه مأخوذة من بث اليومي على منصة تويتش، اللينك موجود تحت في الديسكريبشن. إذا عجبك الفيديو لا تنسى تسوي شير ولايك وسبسكرايب، وإن شاء الله تنبسط. ما بقي لي إلا جنجل، ما في إلا هذا ريكساي، ما أعرف ألعبها ريكساي إتيز، يلا ولا عمري لعبتها. اليوم يعني يوم الشامبيونز اللي ما عمرنا لعبناهم، ليتس هاف فن. طيب اذا وصلت الباور سبايك اروح اخش فايتات زي لبله ولا اروح اسوي سبليت بوش؟ انت تسوي سبليت از ماستري؟ لا ما انت فاهم ماستري، يصير تفرم الجنجل حقك تستنى التيم يسوي فايت اخر واحد تخش انت. لو رايح زي لبله انت اول واحد تخش ما لا تلعب ماستري يا حبيبي، الا لما تكون مره مفيد تقدر تقتل 1 في 5، وحتى لما تكون مفيد تقتل 1 في 5 لو عندهم سي سي كثير ورايح زي الاهبل تبغى تقتل الخمسه كلهم لحالك وتموت والتيم حقهم يروح ياخذ بارون وانت تخسر الجيم، تستاهل. ابا افا اي كيلد ات اي داي يا ولدي. اوكي دامج ماي واي، وات ذا فاك از ذس دامج؟ بس فكر هل تجرب؟ تصدق ابغى اجرب وماني قادر، ابغى اجرب مره واحده. سويت راسي انا راضي. جي جي ما في ولا لين فاز الا فوق. شنو نصايحك لواحد يرتفع بالرانكت من برونز؟ اتفرج على سلسلة عندي اسمها اساسيات ليج اوف ليجندز. للأسف الجيم هذا يا اخواني ما في، يعني تعرف الواندا السحرية هذه وينغارديوم لافيوسا كده وتقلب من برونز لسيلفر ولا من برونز لأي حاجة. ما في طريقة الوحيدة انك تطلع انك تتعلم الجيم، ومو تتعلم الجيم والمونتاج وتشوف فياس ولما يروح ياخذ بنتكل ويسوي حركات يمين يسار ولا زد وهو يسوي كل الاحتراف حقه، ولا ترش يسوي له هوك من باب المافي ولا فين 1v9، هذا كله كلام فاضي، هذا كله يجي مع الوقت. افضل شيء تسويه تتعلم الاساسيات. ايش هي الاساسيات؟ واحد افرم كويس، اثنين احط واردات زي الناس الاوادم عشان اشوف الجنجل، ثلاثة تخدم الاف كيز، اربعة اطالع في الميني ماب كل شوية واعود عيني على 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 افك التاب واطالع في الميني ماب واطالع في الناس التانيين ايش بيسووا، اربعة ترانزيشننج وشوية ماكرو بسيط من فين بعد ما اخلص اللين عندي ايش اسوي، هكذا وش داي داي ما عندك ثانك يو
كنسلت الاوتو انا ليش؟ ليه تكنسلت الاوتو؟ ليه تكنسلت الاوتو؟ ليه ليه ليه؟ ليه؟ فهموني. تعال يا بطل. بطل. Thank you. Gonna die. Gonna die. Not gonna die. مزبوط. تعالي. Oh no. I can kill them. ما في عمل الا اسوي كذا. تصور ما اعرف افرن. انا مالي كثير العب لول، وبالبدايه كنت اضيع الشامب حقي. قال لي صديق اسوي لوك للكاميرا. صديقك اداك اسوأ نصيحه ممكن يعني يديك اياها في حياتك اللوليه. لا ما انصح. اللي كاميرا مفتوحة لما تبغى ترجع على الشامبيون حقك اضغط المسافة، ولا انا شايل المسافة مثلا، انا حاطها على F1 عندي متعود خلاص F1 اضغط عشان يرجع على يرجع لي. يلا على عاش نار 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 نار. اوكي ده فلاش جي هذه. يلا 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 رايح 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 رايح. فين عندك اوكي بوش اوكي اوكي بلاش. انا جاي اوكي عندي هيل. انا دريك مين انا؟ اوه Thank you. Okay. ما يستحي كمان. معانا معانا عمر. يلا يلا. Okay. هاي لك هاي. يا رجل ايش الستاند ده؟ نايس. Gonna die anyways. How did they die then? Okay, Tenda. Oh, Mata Dash. Ish baby. Good ish me. Salamat. Captain. معنا بالدكتور تلون ولا لا؟ لا بس دربالك ترى موت تريبل كيل. لا مو مسموح. ايش نظام الاكس بي اكثر من جيم اكون فايز بفرق 30 40 فارم اكون نفس الليفل؟ نظام الاكس بي يعتمد على انت بتسوي ايرام وجنبك 1000 واحد. لو بتاخذ فارم كلكم بتتقسموا الاكس بي، ولا الادمي، ولا بتاخذوا لحالك. اذا انت بتروح جنبك جنب الزحمه وثلاثه جنب بعض وعندكم جالس تفرم، شيء طبيعي انه الاكس بي يتوزع عليكم. بكل بساطه الاكس بي يروح للناس اللي لكل الناس القريبين من المينيونز. فهذا ما ينطبق على الجنجل. الجنجل الاكس بي يروح للادمي اللي يقتل الجنجل. افضل شيء العب على تشامبيون معين لين اتمكن منه ولا نوع دائم؟ لا، افضل شيء تلعب على تشامبيون معين لين تتمكن منه وبشده، وبعدين تكمله وتطلع به، بعدين تبدأ تاخذ شامبيون ثاني او ثالث بالكثير.